ومشاهدينا نذهب الآن إلى فقرة الاستضافة، وضيف هذه الفقرة فنان كبير ومشهور، الفنان رشاد السامعي، رسام الكاريكاتير اليمني المعروف. أستاذ رشاد، أسعد الله مساك بكل خير. مساء النور والعافية شادي. حياك الله أستاذ رشاد. طبعا يعني اللي أنا مقتنع فيه أنه الأستاذ رشاد يعني غني عن التعريف، أنا والكثير في الوسط الإعلامي وأيضا كل مرتادي الصحف ومتابعي مواقع التواصل أكيد يعرفوا رشاد السامعي، لكن لنفترض أن هناك ناس ما يعرفوش، فهي فرصة أنه تقدم نفسك للناس وتعرف نفسك رشاد السامعي. رشاد السامعي من مواليد 1975، مدينة تعز، متزوج وأب لثلاث أبناء، أمجد ومهند وعمر. تخرجت من قسم علم النفس، تخصص رياض أطفال. أعمل في مجال الكاريكاتير حاليا كعمل رسمي. لدي بعض المهارات الأخرى طبعا إلى جانب الكاريكاتير. نعم، ما هي هذه المهارات سيد رشاد؟ يعني هي كهوايات يعني أمارسها إلى جانب الكاريكاتير، كتصوير الفوتوغرافي، كتابة الشعر، بالأساس الفن التشكيلي طبعا هو كان الأساس. رائع. لكن يعني سأطرح عليك سؤال يراود الكثير من الناس، يعني كيف تأتي كل هذه الأفكار؟ يعني نكاد نشاهدها يوميا في جميع الصحف والقنوات و المواقع اليمنية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. الكاريكاتير عموما هو الأمانة فن يحتاج إلى مجهود كبير، يحتاج إلى جو خاص يعني عشان تنتج فكرة معينة. لازم تكون أولا متابع للأحداث بشكل كامل ومستمر، عندك القدرة على اختزال الأحداث وتوصيل الفكرة بشكل مختزل وواضح. تحتاج إلى يعني جو خاص يعني خاص بالكاريكاتير، بحيث أنك تهيئ لنفسك جو معين تستطيع من خلاله إيصال الفكرة وإنتاج، أولاً إنتاج الفكرة وإيصالها. جميل. إذن أستاذ رشاد يعني تكرم بالبقاء معنا قليلاً، نذهب الآن لنشاهد بعض الرسوم الكاريكاتيرية الأخيرة لفناننا الكبير رشاد السامعي، ومن ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء، نشاهد سوياً. إذن نعود مجددا لضيفنا الأستاذ رشاد السامعي. أستاذ رشاد، يعني نتساءل عن مهنة رسم الكاريكاتير، يعني هل هي خاضعة هذه الهواية أو المهنة للتجاذبات السياسية؟ وما نشاهده أيضا على واقعنا اليمني وعلى الواقع العربي بشكل عام، يعني هناك أطراف منقسمة، يعني هل تخضع هذه المهنة بأن يكون صاحب هذه الهوية أو الهواية يعني منتمي لطرف أو طرف آخر، أم أنها يعني تقوم مسؤولية هذه المهنة بأن يبقى الشخص مجرد عن أي تجاذبات أو انتماءات كي يوصل رسالة هادفة؟ هو الوضع العام الآن كله خاضع للتجاذبات السياسية وللضغوط السياسية. كتابة المقال أو حتى المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خاضعة للرقابة وللضغوط السياسية. الكاريكاتير جزء من جزء من الأشياء التي تتعرض للضغوط.
لكن يفترض أن رسام الكاريكاتير يكون فنان مستقل برأيه، لا يخضع لأي طرف، لأنه رسالته هي للجميع. لو بدأ يسيس نفسه أو كان مسيس أكيد بتكون الحقيقة ناقصة ورسالته أيضا ناقصة، ولا بيفقد جزء كبير من ثقة الناس. لذا يفترض أنه يكون إنسان مستقل برأيه، مستقل بقراره، لا يخضع لأي ضغوط، بحيث أنه يوصل الرسالة بشكل حقيقي وواقعي بالوقت المناسب. نعم. لأنه في قضايا الأحداث تتغير، ولا على رسام الكاريكاتير أنه يعني يبتعد عن أي ضغوط من الخارج، بحيث أنه رسالته تكون موجهة للناس. جميل جميل. لكن يعني فيما يتعلق برشاد السامعي، يعني من خلال متابعتنا لرشاد دائما ما نجده منحاز في كل أعماله، لو قلنا يعني إلى المواطن اليمني، ودائما أيضا ما نجد أنه ينشط في الحملات التي تكون يعني مساندة للناس وللمواطنين. أستاذ رشاد تسمعني؟ اقتطع الخط بنص السؤال. نعم، إذن ساعيد إليك السؤال هو يعني رشاد السامعي، نحن من خلال متابعتنا دائما لما يقدمه رشاد، هو دائما ما نجد انحيازه المطلق للمواطن، وهذا ما يميز رشاد عن الكثير من الرسامين الذين يعني نجدهم دائما ما يكون يعني من خلال رسوماتهم يعني يعملون لمصالح محددة. رشاد نجده دائما منحاز للمواطن البسيط، وأيضا حتى على نشاط رشاد يعني فيما يتعلق بالسوشيال ميديا أو على الواقع نجده أيضا دائما ما يكون مساند للكثير من الحملات التي تهم الناس. والله يفترض يا أخي أنه كل الأعمال سواء سياسية أو فنية ضروري أن تكون تصب في مصلحة المواطن، سواء في حتى الأحزاب يفترض أنه تكون توجه الأحزاب توجه لبناء الإنسان وخدمة الإنسان، هذا غير ملاحظ طبعا على أرض الواقع. نقول أنه الجانب السياسي غير الجانب الفني، يفترض أنه الجانب الفني يكون خاص بالإنسان فقط. أنا أحاول قدر الإمكان أنه يكون الفن موجه للإنسان، لأنه الركيزة الأولى وهو الأساس. إذا إحنا كفنانين لم نخدم الإنسان كإنسان، ما فائدة الفن كرسالة؟ لمن موجه يعني بالضبط؟ نعم. فلا بد أنه الفن يعتمد على المواطن كأساس، ويكون هم الفنان الإنسان بالدرجة الأولى. جميل. طيب يعني نتساءل أيضا، يعني هل أخطأ رشاد يوما ما ووجد نفسه يعني نادم عن أنه قدم عمل معين ووجد نفسه في نهاية المطاف أنه مخطئ؟ أنا عموماً طبعاً ما أتسرعش برسم الكاريكاتير ولا أخضع للضغوط اللي تحصل في مواقع، لكن أحياناً أخطأت في التقدير مثلاً حجم الضغوط اللي يتعرض لها الناس. ما أذكرش أن أنا أخطأت بكاريكاتير معين، ربما بعض الكاريكاتيرات أحس أني ناقصة يعني ما اكتملتش. نعم. وربما أكون أتسرعت بعض الشيء أو أتحمس للقضية، لكن ما ندمتش يعني على الكاريكاتير ابدا، ما اعتقدش اننا ندم على فكره، لاننا ارسم الكاريكاتير بعد تأني وبعد دراسه وبعد بحث، بحيث ان اوصل لقناعتي الشخصيه اللي تتوافق مع الجو العام او ما يخص الناس يعني وقضاياهم. جميل. بالنسبه لي يعني رشاد، الكثير يعني يرى بان اعماله موجوده بكم كبير لكنها على مستوى محلي، بينما القضايا على مستوى دولي أو إقليمي يعني قليلة في أعمال رشاد السامعي. وبالتالي نتساءل لماذا يعني رشاد ليس بذلك الحضور الكبير على مستوى دولي؟ أنا رسمت لمواقع عربية فترة معينة، بس طبعاً أنا واجهت السؤال هذا من أكثر من شخص. أنا أشوف أنه القضية اليمنية هي قضية دولية أصلاً،
والآن لم تعد قضايانا قضايا محلية، الآن التدخلات الخارجية سواء إقليمية أو دولية هذا كله يحول قضية اليمن إلى قضية دولية، والاهتمام الآن دولي باليمن. رسامين كثير يرسموا على اليمن، رسامين دوليين. قضايانا كثيرة ومشاكلنا كثيرة، فأنا أحاول أن أخصص جزء كبير من هذا الشغل ومن عملي للقضايا اليمنية لأنه متسارعة بشكل يومي، حتى أنا مش قادر أن أغطي كل القضايا. أحاول أن أختار قضايا الرئيسية اللي تهم الناس واللي هي حديثة، يعني القضايا الأهم يعني. جميل. فصعب أن أنا أغطي كل القضايا، والرسائل هي توصل دولية طبعاً عن اليمن، نحاول نحن ننشره بشكل أوسع، ووسائل التواصل الاجتماعي تخدمنا في هذا الجانب. لم تعد قضية اليمن قضية محلية، بالعكس هي قضية دولية، ونحاول نركز على هذا الجانب بحيث نحن نوصل رسالة اليمن وهمنا الوحيد طبعاً والأكثر إلى كل الأطراف الدولية. جميل. طيب رشاد، عندما يرسم هو يتعامل مع الكثير من الجهات والوسائل الإعلامية، وبالتالي يعني ما لا نختلف عليه بأن كل وسيلة إعلامية لها سياسة معينة، تأتي هذه الوسيلة تطلب من رشاد السامعي عملاً معين، هل تمارس نوع من الاشتراطات والضغوط على رشاد فيما يعني يتعارض مع لنقول اعتقاداته الوطنية، وبالتالي يعني تجد نفسك في مواقف صعبة، هل يحدث هذا الأمر أم أن الأمر يعني دائما ما تتعامل الوسائل مع تقديرات رشاد السامعي، هو من يرسم الكاريكاتير ويقدمه، وبالتالي من أراد أن يأخذ ومن أراد أن يترك؟ والله حسب توجه الفنان نفسه، إذا أعطاهم فرصة لممارسة الضغوط عليه وإملاءات فقد يحصل هذا. أنا حصل معي ضغوط وحصلت من يعني طلبوا مني طلبات معينة ورسومات معينة، أرفض هذا الأمر تماما حتى وإن كان هذا الأمر يتوافق مع قناعتي. نعم. يعني حتى لو طلبوا مني طلب يتوافق مع قناعتي أنا أرفضه برضه. أريد أن أرسم بمزاج خاص، أحدد القضية، أرسم وقت ما أشاء وما أشاء، بس وفق توجه يعني بحيث أنه يتوافق مع الجهة اللي أرسم له، يعني ما يتعارضش مع قناعتي، ما يتعارضش مع توجه الجهة اللي أرسم له، بس أنه تحصل إملاءات أو طلبات هذا بالتوافق طبعاً، بالتوافق حسب قناعتي الشخصية. أحياناً الأمور تكون ثقيلة ترفض. أنا يعني بالمجمل أرفض الطلب. أيوة أرفض الطلب. جميل. طيب سيد رشاد، يعني لو تحدثنا عن الجيل الجديد من الرسامين، نحن حينما أيضاً نتحدث عن الفن والغناء نجد أسماء ثقيلة ونجد وجوه جديدة، حينما نتحدث أيضاً عن الرسم نجد رشاد السامعي و ناس يعني كبار كما يقال، بينما إذا أتينا لتقييم للجيل الجديد، كيف تجد أنت رشاد السامعي كفنان كبير ومعروف، كيف تجد الجيل الجديد من الرسامين؟ للأمانة أنا بالنسبة لفن الكاريكاتير ما قدرتش أحدد لماذا لم يظهر رسام، يعني معظم الرسامين الآن حالياً كلهم قدامى من الجيل القديم. أحاول شخصياً إن أنا أوجد رسام كاريكاتير جديد يظهر على الساحة شخصياً، يعني من خلال بعض الدورات أحاول أكتشف إذا كان هناك ممكن رسام كاريكاتير يظهر على الساحة، بحيث إنه يعني يكسر الجمود و يخلق جو جديد، يعني لأنه رسامين الكاريكاتير الآن لهم أكثر من 20 أو 15 سنة، هم أنفسهم نفس الوجوه. بالضبط. نفس الوجوه اللي في الساحة الآن. لماذا رسام الكاريكاتير أكمل السؤال. أنا مش عارف للأمانة، ما قدرش أوصل لي نتيجة. أحاول أشجع الشباب بحيث إنه يظهروا إبداعهم، خاصة من الجيل النسوي من الفتيات. نتمنى أنه تظهر فتاة على الساحة كرسامة كاريكاتير، لأنه رسامة الكاريكاتير نادرة للأمانة. مثلا بمصر أعتقد مقابل العشرات من رسامي الكاريكاتير هناك فتاة واحدة أو اللي هي دعاء العدل.
وفتاتين. لا مش عارف انا ليش ايش المشكله يعني بالنسبه للبنت انها ترسم الكاريكاتير. حتى الشباب عندهم مشكله بهذا الجانب، ربما البنات يعني فيما يتعلق بالسياسه يعني لان الكاريكاتير يعني في الغالب ما يلخص الكثير من القضايا السياسيه و يعني الاحداث يعني المتواصله على واقعنا اليومي، بالتالي تجد البنات يعني بعيدا عن هذا الاهتمام، وايضا تجد ايضا بعض الكثير من الشباب يعني يجدون ان يعني الكاركتر دائما ما يلخص الكثير من القضايا الانسانيه والسياسيه، وبالتالي البعض يتحدث بانه السياسه وجع راس فبالتالي يتجنب هذا الشيء. كيف تجد هذا الامر؟ يعني هل يكون مبرر كافي؟ هو للامانه مبرر لكن غير كافي. يعني الفن الكاريكاتير فن صعب للامانه، بحيث انه يحتاج الى مجهود كبير والى مهارات خاصه عند الفنان الكاريكاتير. يعني رسامي الكاريكاتير في اليمن لا يتعدوا اصابع اليدين، واذا جينا نفرزهم بنحصل انه الرسام الكاريكاتير النشيط الان اللي يشتغل قليل جدا يعني. فالمسألة هي معقدة لما تحتاج إلى موهبة من قبل، لكن ممكن رسم الكاريكاتير يرتبط أساسا بالسياسة والجوانب الإنسانية فقط؟ لا، رسام الكاريكاتير لازم يكون فنان شامل، بحيث أنه يرسم على السياسة، يرسم على الاجتماع، يرسم على الرياضة، يرسم على الاقتصاد. لازم يثقف نفسه في جميع الجوانب، لأنه مطلوب منه أنه يشخص كل الأحداث اللي تحصل في البلد، سواء أزمات اقتصادية أو سياسية أو حتى رياضية، لازم يتناول كل القضايا ولو بنسب معينة. يعني في بعض الفنانين يحدد طريقه بحيث أنه يكون رسام اجتماعي. أنا كنت في البداية رسام اجتماعي بحيث أنه أهتم بالقضايا الاجتماعية بشكل رئيسي، بس مع بداية الحرب اضطريت أن أدخل بالمجال السياسي بشكل أساسي، لأنه كل القضايا الآن سياسية، حتى الجانب الاقتصادي مربوط بالجانب السياسي، حتى الجانب مثلا نقول الرياضي اللي مارش علاقة بالسياسة الآن مربوط بالجانب السياسي. كل القضايا الآن مرتبطة بالجانب السياسي. نعم. واللي هي يعني قد يكون فنان موهوب بالفطرة، لابد أنه يكون الرسام. نعم أستاذ رشاد، قد يكون فنان أو رسام موهوب بالفطرة ولكنه لا يمتلك ثقافة عالية ووعي لما هو حوله، يعني يبقى الأمر أيضا متعلق بخلل، وبالتالي لن يبرز ولن يتميز في الأعمال التي يقدمها، تتفق مع ذلك؟ هو مع مزاولة المهنة أو مع حب، إذا كان عندهم مثلا مهارة بفن الكاريكاتير هو مضطر أنه يتابع ولازم يثقف نفسه في هذا الجانب. ما بقولش أن أنا قد مثقف أنا أو محلل سياسي، أنا أحاول قدر الإمكان أن أجمع معلومات وأحلله وأوصل لنتيجة. هو الاطلاع والوعي لما يدور يعني أو في المحيط يعني بجانبه. القصد بأن يمتلك الشخص يعني اطلاع دائم ومتابعة أولوية لما يدور حوله. والله شوف، الناس الآن كلهم مثقفين في هذا الجانب، حتى الأميين لما تجلس مع ناس كبار في السن ما يقرأوا ولا يكتبوا تحصل عنده معلومات وأنه متابع السياسة وعارف إيش اللي يدور في البلد. فالأولى أنه يكون رسام الكاريكاتير مثقف في هذا الجانب ويتابع، والسوشيال ميديا طبعا هي توفر كثير من المعلومات بحاجة بس لغربلة وتركيز، بحيث أنه ما ينسقش ولا يستسلم لأي معلومات توصله من أي طرف. لازم يكون عنده زي الفلتر بحيث انه ينقل المعلومات ويبدا يحلل ويوصل لنتيجه يعني. جميل. طيب امام الشحه في عدد الرسامين المتميزين للكاريكاتير في اليمن، يعني هل يتمنى رشاد السامعي يعني ان يكون له معهد خاص لتدريب الشباب ويعني ايجاد جيل جديد متمكن في هذا المجال؟ أنا لو بيدي كل الفنانين التشكيليين تحولوا إلى فنانين كاريكاتير. طبعاً الفنان الكاريكاتير هو في الأصل يكون فنان تشكيلي، وأتمنى أنه يتحولوا إلى رسامي كاريكاتير، لأنه الساحة بحاجة لرسام الكاريكاتير. والموضوع أعتقد أنه
مش قضية معهد، يعني القضية قضية كيف اكتشف الفنان نفسه وكيف يعرف انه رسام كاريكاتير. هنا القضية يعني الأساسية، بحيث انه يساعد نفسه تأتي الدورات او يأتي المعهد كتكملة يعني. نعم. بس انت لازم تعرف انك عندك القدرة على، في ناس طبعا عندهم مهارة بإنتاج الفكرة وما يعرفش يرسم، هذا فنانين كثير كذا يعني. في مثلا تجربة في مصر، في شخص عنده أفكار زي أحمد رقاب ما يعرفش يرسم بس كان ماهر بإنتاج الفكرة، وكان يتعامل مع رسام كاريكاتير آخر اسمه مصطفى حسين، حصل بينهم تعاون بحيث أنه هذا ينتج الفكرة وهذا يرسم. أنا طبعا من النوع اللي أرفض التوجه هذا، بحيث أنه رسام الكاريكاتير لازم يرسم ولازم ينتج الفكرة هو. أنا طبعا كثير من الناس يعطوني أفكار وأعتذر لهم، أقول لهم آسف لازم انا اللي ارسم الفكره واجهزها وانا اللي ارسمها. رائع. واعتذر لهم بشكل لائق لانه هو شيء شاركك برضو بالفكره. بس انا ما للامانه مقيد نفسي في هذا الجانب، واعتبر انه رسام الكاريكاتير صاحب راي، لازم يكون الفكره تكون رايه يعني، هو اللي ينتج الفكره وهو اللي يرسمها. اتمنى انه يظهر على الساحه رسامين كاريكاتير جدد يعني من الشباب. جميل. وانا انتظر. جميل. لكن استاذ رشاد، هنا في تساؤل اخير، يعني منذ متى بدأ رشاد السامعي عمله أو موهبته في رسم الكاريكاتير؟ وهل يعني لك حصر لكل الأعمال منذ البداية وحتى الآن؟ يعني كم، هل هناك رقم محدد لأعمال رشاد السامعي؟ يعني هل مهتم بمسألة حصر الأعمال التي قام بها سابقاً؟ أنا بديت للأمانة كرسام، يعني بديت كرسام تشكيلي، أحب الرسم. منذ متى؟ من بدايتي، يعني من بدايتي من الابتدائية وأنا أحاول أرسم التشكيل. كنت أحب المسرح كثير، خاصة في المرحلة الابتدائية أحب المسرح وأحب أمثل. ربما هذا كان له تأثير على الكاريكاتير، لأنه الكاريكاتير بالأخير فن ساخر يحتاج إلى النكتة، مش النكتة فقط، الكاريكاتير يحتاج إلى النكتة ويحتاج إلى القضية. فمرحلة الإعدادية برضو تشكلت عندي نوع من فن الكاريكاتير، لكن بطريقة غير مباشرة، يعني كنت أقص الصور من المجلات وأكون شخصيات وأجيب التعليق أنا، كانت هذه البداية. المرحلة الجامعية كانت أول معرض لي في الجامعة، شاركت بخمس رسوم تقريبا كاريكاتير، أول خمس رسوم تدخل في معرض، وكانت ملفتة جدا للأنظار وحظت باهتمام كبير في الجامعة. أنا كنت مستغرب للجمهور اللي كان مركز على الخمس الأعمال الكاريكاتورية داخل معرض تشكيلي، يعني كان معرض تشكيلي رسومات، كان الوحيد الكاريكاتير هي الخمس الأعمال الخاصة فيه، وكان التركيز أو معظم الجمهور كان مركز على الخمس الأعمال. هذا أعطاني نظرات أخرى يعني للكاريكاتير وخلاني أستمر. معظم الأعمال حقي رسمتوها تقريبا قبل ما نتعلم الفوتوشوب أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت تحتفظ بأعمالنا، فكنت أرسم على ورق وأعطيها للمصمم بحيث أنه يدخلها على الجريدة، وكانت تهمل للأسف. معظم الإرشيف حقيقة في صحيفة الجمهورية اقتحموا الجمهورية مع الحرب، ويعني ضاعت كثير من أعمالي للأسف، عدم أحفظه في الذاكرة. الآن بديت أرشيف طبعاً مع لكن هل يعني هناك رقم تقديري؟ التواصل الاجتماعي مع برامج التصميم، لا صعب والله، صعب جدا تقديري، ما أعرف. إذن يعني شكلها أعمال كثيرة، بالتالي يعني صعب على أستاذنا حصرها، وأيضا بسبب ما حدث في مؤسسة الجمهورية أيضا ربما للأمر تأثير كبير في حصر جميع الأعمال. إذن نكتفي بهذا القدر، وأشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا أستاذ رشاد السامعي، فناننا الكبير ورسام الكاريكاتير المعروف، شكرا جزيلا لك.